أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام وتحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج. المحامي قال ان موكله تعرض للضرب في خلال اعترافاته. انا بقى خدوني اسم مقفول، اسم الشغال دلع عصبوني. قررت المحكمة احالة الاوراق الى فضيلة مفتي الجمهورية. هنا في القاعة اسدل الستار عن هذه القضية. قضية اليوم دارت اطوارها في مصر وازدر فيها حكم نهائي النهار الخميس 12 سبتمبر 2024، لكن الانطلاقة متاحة ما كانتش في مصر، وعلى هذاك باش نرجعوا بيكم 37 سنة التالي للولايات المتحدة الأمريكية، وين تولد كريم محمد ابن مهاجر اسمه سليم محمد، اللي غادر مصر بعد ما عرس في أواخر 1985، حل تجارة واستقر في أمريكا، ومرته جابت له زوز ولاد، واحد اسمه كريم والآخر نبال. بالنسبة لكريم هو الكبير، وتولد في عام 1987 وتحصل آلياً على الجنسية الأمريكية بمقتضى حق المواطنة بالولادة. في نفس السياق، كريم عاش الفترة متاع طفولته في الولايات المتحدة في وسط عائلته، وابوه وامه حاولوا باش يربيه على القيم متاع المجتمع العربي الاسلامي، لكن المساله ماهيش سهله، لانهم في عوض يخلقوا نوع من التوازن بالغوا برشا في ابعاد كريم على مظاهر التحرر الموجوده في المجتمع الامريكي، وكانوا مانعين عليه برشا حاجات، وكل اللي جاي من عند الامريكان يعني اي شيء بالنسبه ليهم حرام. لكن الواقع اللي يشوف فيه كريم مغاير تماماً للي يحكيه له عليه بوه وامه، وهذا بالطبيعة باش يكون عنده انعكاس على شخصيته المستقبلية. العلاقة ما بين سليم محمد ومرته ما كانتش عال العال، ومن اللي عرسوا بدأت مشاكلهم، لكن هيك الأمور بعد كل خلاف تتصلح، حتى لين ما عاد بها وين وما عادش ينجموا يواصلوا حياتهم وانفصلوا. ووقتها كريم كان على أبواب المراهقة، والأم قررت باش تهز وليداتها وتروح بيهم لمصر، وهذاك هو اللي صار. رجعوا معاها، لكن دوب ما بداوا يتعودوا على البيئة المصرية، أمهم تعرفت على واحد وتزوجته في ظرف قصير، ولهنا كريم ونبال خوه ما عجبهمش الحال، كيفاش أمهم تاخذ راجل على أبوهم، وعلى هذاك رفضوا باش يبقاو معاه، وغادي فين بوهم سليم جابهم الأمريكا وواصلوا قرايتهم. الوليدات من الأول مشى في بالهم أنهم باش يستفردوا بوهم ويعيشوا مدلين، لكن هو كيف اللي انغر من مرته وقت اللي خذيت راجل كي رجعت لمصر، وعلى هذاك هو زاد تزوج جاب لهم مرت بوه للدار. وكريم ما قبلش الوضعية هذه بالكل، وطلب من بوه سليم باش يكري له دار يعيش فيها وحده مستقل. بالنسبة لخوني بيل بقى مع بوه بحكم اللي مازال صغير، ولهنا مش لازم نقوله أنه البو ما فكر حتى لحظة في أنه طفل مراهق كيما كريم مسيب وحده في المجتمع الأمريكي باش تغريه برشا حاجات وتحطه على ثنية غالطة. في نفس الإطار، كريم بعد ما استقل بذاته ويسكن وحده ادخل العالم الملذات من بابه الكبير ومن غير حسابات ومن غير ضوابط. انغمس في عالم الشراب والمخدرات بأنواعها، وأساساً لايس،
وكما تتصوروا الحياة بالنسبة ليه بش تولي ليالي ملاح وسهريات للصباح ما دام ما عنده حتى رقيب يعمل اللي يحب في داره، واللي بالطبيعة ولات تدريجيا وكر دعارة من العيار الثقيل. وهوك عاد دور بيه المدمنين والشواذ وأصحاب الانحرافات الجنسية الاختيرة. وبالنسبة ليه لكانت ثم محرمات ولا موانع، كل شيء مباح. وباش تتوضح لكم الصورة وتاخذوا فكرة على الحياة الجديدة بتاع كريم، وقت اللي احتفل بعيد ميلاده 18 واحدة من صاحباته هديت له فتاة كيما الواحد يهدي مونجالا وإلا بارفان، قالت له احسبها متاعك واعمل فيها اللي تحب. وهذاك هو اللي صار، كريم عمل فيها كالطفلة اللي يحب. وما كفاش زاد عيط لصاحبته هذه مولات الهدية وقال لها إيجا نعملوا علاقة ثلاثية، معناها هو وياه وهكا الطفلة اللي هديتها له. وأكيد راي توضحت الصورة وتكونت لكم فكرة على العالم اللي ولا يعيش فيه كريم. وبحكم اللي ما عنده شكون ينبه ولا يرجعه، مفعول المخدرات خلاه يفقد التعقل ولا وحش على حاله مسيب. والطفلة اللي ما تستجيبش الرغباته يغتصبها شر اغتصاب. وهذاك هو اللي صار في عام 2005. في نفس التسلسل وفي شهر أكتوبر 2005 كريم استغل وجود فتاة معاه في داره وحاول باش يستدرجها ويعمل معاها علاقة جنسية، لكن هي رفضت. ووقتها استعمل معاها القوة وانقض عليها وتمكن من اغتصابها بعد ما اعطاها تريحة وخلف لها عدة أضرار. الطفل اشكات بيه من بعد للشرطة وصحابه نصحوه باش يهرب على خاطر الأمريكان ما يفدلكوش مع أمور الاغتصابات. وقتها كريم لاذى بالفرار، امشى للمطار، ركب في الطيارة وما تهنى لما هبطت بيه في مطار القاهرة. في نفس السياق وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم دوب مخلط المصر مشى يعيش بحدا أمه. وهوك في الأثناء دبر خدمة مدرس أنجليزية في مدرسة يقرأوا فيها أبناء الجاليات الأجنبية، علما وأنه اللي يتقال على كريم اللي هو متحصل على دكتوراه من جامعة أمريكية ماهوش صحيح، لأنه في الحقيقة كريم ما كملش قرايته بالكل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم تعرف على واحدة مصرية جنسيتها بريطانية وبالتحديد من إيرلندا، وعائلتها تعيش غادي وهي اختارت باش تجي تعيش في مصر. العلاقة ما بين كريم ولبنى بدأت بشوية بشوية تتحول الحب، وتعلقوا ببعضهم بشكل كبير حتى لين قروا باش يعرسوا في عام 2013. وتم الزواج وحياتهم كانت كالزيت فوق الماء وهادية ورايدة، ولبنى كانت فرحانة. وخلف هذا جابوا صغير وسماوه زين، عمل لهم جو العش الزوجية متاعهم تنورت بيه. في تعاقب الأحداث وبمرور الأيام والأشهر والسنوات، هالسعادة هذه ما دامتش ما بين لبنى وكريم، لأنها لاحظت عليه اللي تبدل فجأة وتصرفاته ولات غريبة، بعبارة أوضح ولا عنيف برشا وما يترددش باش يهز عليها يده ويعطيها كف بسبب أو من غير سبب. ومن بعد الشيء يتطور ولا وترايح، وفي الأثناء بلبزها مع زملائه في المدرسة اللي يخدم فيها، وهو في عوض يهدي الجو ويحاول باش يرضي زميله، خاصة وأن المدرسين الكل كانوا شاهدين اللي هو الظالم. سي كريم زاد على قدامه صعد وزاد تعارك مع زملائه الكل. ووقتها إدارة المدرسة جابت وحنك الباب. وأكيد راكم تتسائلوا شنية السبب متاع التغيير المفاجئ الكريم. بكل بساطة السيد رجع بقوة للمخدرات وللآيس، وطبيعي باش يفقد عقله. المهم في حديثنا أنه كريم هز مرته ومشى المدينة اسمها الغردقة حسب النطق المصري، وحل محل متاع وشام يعني يوشم للناس. لكن مشروعه ما مشاش بالكل،
رغم اللي مرته لبنى هي اللي عملته وصرفت عليه. وفي نهاية الأمر فهمت أنه مصيبة رجلها هي المخدرات. أما شنو صبرت عليه المسكينة وحملت وبقات تحاول أنها تخليه يلقى خدمة وطلبت من أمه باش تعاونه. وهذاك هو اللي صار. أم كريم واللي كان عندها برشا معارف دبرت له خدمة في مدرسة دولية في بورسعيد، وهو كالعادة تخلي قري في اللغة الأنجليزية بشهادة مدلسة، وكراه دار باش يعيشوا فيها هو ومرته لبنى اللي المسكينة مشى في بالها أن وقت اللي بدلوا البلاصة كريم باش يتبدل في تباعه، معناها يراجع تصرفاته. لكن السيد ولا أعنف من قبل ويضربها باستمرار وحاول أكثر من مرة باش يقتلها. وغادي فين موناه هربت من الدار ورفضت باش ترجع له هي ولدها زين اللي كان يتفرج في بوه كيفاش يشد أمه ويهرسها بطريحة قدامه. في ترابط هالأحداث كريم رجع لبنى باش تعيش معاه بالسيف تحت التهديد، وهي المسكينة مكان عندها حد في مصر، عائلتها كما تعرفوا في إيرلندا، ولا تستسلمت له لأنها تخاف على روحها وعلى ولدها، خلف أنه كريم ولا مسيطر عليها سيطرة كلية، وفي كل مرة تهرب وتتخبى يلقاها ويجيبها. ولهنا يلزمكم تعرفوه أنه ما كانش ملتزم في خدمته رايف، هاوكم الأول أعطاهم وجه السوق، ومن بعد ولا صاحب مشاكل وفاقوا به يتعاطف المخدرات، لأنه ولا يستعمل في عنف مع التلامذة ماهوش طبيعي. والطريقة اللي يحب يستقوى بها على زملائه ما كانتش طبيعية زادة، ووصلت به الأمور اللي ولا يجيب في الزطلة معاه للمدرسة ويتكيف على مرأة ومسمع من الناس الكل، لا حشمة ولا جعرة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سي كريم استاذن نهار من نهارات زميل من زملائه لدارو، والسيد هذا كان يخاف منه، وكريم حب يفرض عليه باش يتكيف معاه الحشيش ويستهلك مخدر الآيس، لكن زميله ما حبش واستاذن منه باش يروح. اشنو اللي عمل؟ انت مجنون! اخلق مشكلة من عدم مع مرته لبنى وضربها قدام زميله هذا اللي ما زاد حتى دقيقة ومشي على روحه. والمسألة ما وقفتش لهنا، وإنما كريم بقى شادد البغض على زميله هذا، وفي نهار من نهارات وهو داخل بكرهبته للمدرسة شافه داخل على سقيه، ولا بالك لا وسع صدم عليه بالكرهبة شعر على غفسه. وهكا الزميل بتبيع مشي شكابيه للإدارة، وكريم انكر ومن بعد قال نفدلك، وجاب ربي كاميروات المراقبة ورات الحقيقة، والحكاية كانت فيها محاولة قتل، واللي بيش يصير الكريم يتسمى جاتو جلدية على خاطر المدير مشكاش بيه للشرطة، وإنما جاب وحنك الباب. في عام 2018 كريم بعد ما خسر الخدمة ولا على ذمة روحه، مرته لبنى هربت عليه بالرسمي بعد ما ولا يهدد فيها بالقتل هي وعائلتها. هزت ولدها زين ومشيت تعيش عند واحدة صاحبتها، وفي الأثناء كريم ولا يغرم في زمانه مع البنات، مع العلم أنه في هكا الخمسة سنين اللي عداهم في بورسعيد ورغم اللي لبنى كانت معاه ما يترددش باش يجيب معاه بنات ونسال الدار، وكان يعمل معاهم علاقة جنسية ويصورهم بالفيديو لأنه مغروم بتصوير بطولاته الحميمية. ووقت اللي لبنى هربت عليه وهزت ولده ولا يبعث لها في مقاطع فيديوهات والخليعة على الميسنجر، معناها يحب يقول لها تفرج شوفني اش قاعد نعمل. في المرحلة هذه من القضية وبعد ما لبنى هزت ولدها وهربت، بو كريم حاول باش يتدخل ويرجعها، لكن في الحقيقة نيته ما كانتش صافية، وإنما يحب يسترجع زين ولد ولده كريم فقط. وبكل خداع وخبث كبير البوت مكن باش يقنع لبنى
تهز ولدها زين بشبوه يشوفه، وكي هزته له تحت إطار سيلة الرحم في بالها بش يعدي معاه ناير ويرجع. لكن كريمة هرب بيه المكان مجهول وخليها المسكينة الداديك المهبولة. والمسألة ما وقفتش لهنا، وإنما كريم رفع قضية زناب لبنى، وكما سبق وقلنا لكم اللي هو مهووس بتصوير الفيديوهات أثناء العلاقات الجنسية متاعو، ثرنتو كان حاطت لها كاميرا مقابلة الفرش متاعهم لمدة سنوات وصور علاقاتهم الزوجية وهي ما فقدش بيه. وبالطبيعة استغل هكا المقاطع متاع الفيديوهات واختار منهم الصور اللي ما يبينوهش هو بالقداء، باش هكاك اللي يشوف يقول فعلا عندها عشيق. المهم وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم بعد ما شكا بلبنى وليت مفتش عنها، والمسكينة هاربة من بلاصة لبلاصة حتى لين طلع حكم برأها تماما من تهمة الزنا. وفي عام 2019 انفصلت على كريم رسميا وطلبت الحضانة متاع ولدها. وكريم من كثر الغزول بعث لها ناس باش يقتلوها، وهي المسكينة هربت منهم بالروح. مشيت لإيرلندا بعد أمها وبوها في انتظار يخرج حكم الحضانة. وكريم من شيرته مشى يعيش بعد أمه مع ولده زين، وبما أنه السمعة متاعه كانت سيئة لأبعد الحدود ملقاش خدمة في التدريس. في الحقبة هذه من القضية كريم جاته فكرة باش يعمل قناة تيك توك يعلم فيها اللغة الإنجليزية، وكان زادا يعمل سكاتشات ويغني ويشتح، وفيس عمل قناة متاعه وتعرفت معاه هو متكلماني ويحمل زوز ثقافات، ولاو يتبعوا فيه أكثر من 600 ألف شخص على تيك توك. وبدأ يلم في الفلوس ولا عنده مبلغ محترم، وغادي فين قرر باش يعيش في القاهرة وياخذ بورتمان في منطقة التجمع. ولهنا أكيد راكم كي سمعتوا كلمة التجمع بديتوا تفهموا أن حديثنا هو على سفاح التجمع الغني على التعريف، واللي هو كريم سليم محمد اللي دوخ الأمن المصري وخلى المصار ومذولين إلى يوم الناس هذا. انجليزي ده ايزي، انطقوا الكلمات دي وانا هنطقهم وراكم، لو قلتها غلط عيد ورايا تاني. اوكي يلا بينا. كريم وباش يزيد ينتشر في التيك توك اخذ بورتمان في التجمع الخامس في الطابق الارضي باش يعيش فيه هو ولده زين، وعمل بيت خاصه مغلفها بكلها بعازل الصوت كيما الاستوديو اللي يسجلوا فيهم الموسيقى، وجهز هكا البيت بالأضواء وبكاميراوات تصوير آخر طراز ومكيفات. وأكيد راكم فهمتوا بالطبيعة شنو اللي ناوي يعمل، خاصة وأن ولا من المشاهير والناس الكل تعرفوا، وفي الشارع يوقفوه ويدوروا بيه وساعات تولي حضب. وبالطبيعة البنيات اللي يشوفوه باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي يجريوا في جرته. الراجل يعمل يومياً مئات الآلاف من المشاهدات. الحاصل كريم ولا يدور من كافيتيريا لكافيتيريا وفي الأماكن العامة ويستغل في شهرته باش يطيح في شراكه كل مرة طفلة ويهزها لداره، وفي غالب الأحيان يطمعها بالفلوس. والفتيات في الحقيقة يكفيهم أنهم يبداوا مع واحد معروف، ولهنا بالكش يظنوا أن ولده زين كان مشكل بالنسبة ليه. أبداً، لأنه كريم كي يدخل مع بنية أو بنات لهك البيت اللي مغلفة بالعازل يخليه البرة، وكي تبدأ الحكاية بالنباتة يخدروا بمنوم، وهكا الطفل المسكين يتخمد وما يقوم كان من غدوة في وسط النهار. في تسلسل هالأحداث متاع القضية وتصعدها لهنا باش نوصلوا بيكم للمنعرج الكبير والحاسم والخطير في حكاية كريم، واللي المسألة ما وقفتش بالنسبة ليه الحد تصوير مقاطع فيديوهات خليعة وإلا على ممارسات شاذة تدخل في خانة الصادية. أبداً السيد باش يمشي الأبعد من هاك الأمور اللي معلقها في بيت العمليات، يعني أصوات وعصي وسلاسل وأدوات حادة
وهو كديما مسلح بالمخدرات بأنواعهم، باش اللي يجيبها للستوديو يخليها تستهلك معاه وتفقد كل إرادة وما عادت فيق بشيء. أشنو هالمنعرج الخطير؟ بكل بساطة، كريم وقت اللي ما كفاهش التيك توك ولا يحب يدخل العالم الدارك ويب، يعني الويب المظلم، هكا اللي ينشروا فيه مقاطع متاع جرائم حقيقية، يعني يموتوا فيها الناس بالحق قدام الكاميرا، واللي باش تسمعوه توا يتجاوز كل أنواع البشاعة اللي تتصوروها. في نفس التسلسل كريم حل حساب في الدارك ويب، يعني الشبكة العنكبوتية المظلمة، وبدأ يبعث في مقاطع يعملهم مع فتيات وفيهم دم كما اللي يحبوهم النوعية اللي يتبعوا الفيديوهات هذم. معناها العملية فيها الممارسات الصادية ما بين ضرب بالصوت وتشليط بشفرات وأداة حادة، خلف الربطان بالسلاسل والضرب بالمطراك، معناها جو عنيف ودامي. لكن كريم يعرف أنه هذا ما هوش كافي بالنسبة ليه، وما ينجمش ياخذ بلاصة في الدارك ويب وتهبط عليه الفلوس اللي يحب عليها، إلا ما يولي يقتل ضحاياه ويعمل لهم إخراج أثناء تعذيبهم حتى الموت، يعني يعمل لهم فيلم وكأنه سينمائي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، كريم كان يعرف اللي هو ما ينجمش يعمل هالبرنامج هذا مع فتيات يعرفوهم، يعني عندهم عائلات واصحاب، وعلى هذاك بدأ يفركس في بنات معزولات تماما عن محيطهم، لا عائلة لا أهل ينجدوا عليهم وقت اللي يغيبوا، معناها ما يلوج عليهم حد. والمهمة متاع البحث على هالنوعية من البنات باش تتكلف له بيها واحدة من بورسعيد، يعني كريم مازال كيعرفها واسمها حنان، عمرها 50، يعني متعودة كما يقولوا المصاروة، ومعروفة باسم أم شهد، وهذيك هي خدمتها، هيك تدبر البنات والموميسات لمن يرغب في اللذة. بعبارة أوضح النجم وقولوا عليها مؤنث باترون. في عام 2023 من بدايته، حنان النسوجية كما يقولوا المصار، وأكيد راكم فهمتوا المعنى هذه، يعني تجيب البنات، باش تبدأ تفركس الكريم على العصافير النادرة اللي يحب عليها. وما كانتش تعرف علاش كريم يحبهم لعائلات والأصحاب، وكي سألته على الشيء هذا الإجابة متاعه كانت كلمة وقص، قال لها بأقل مشاكل. وما كانتش تتصور اللي هو ناوي باش يتخلص منهم ويصور الجريمة اللي باش يقوم بها ويهبطها في الدارك ويب. مختصر الحديث، حنان النسوجية وقت اللي ما دبرتش الكريم حويجة بالشروط متاعه، اتصوروا شنو اللي عملت، جابت له بنتها واللي اسمها شهد، قالت له شد بها يدك حتى يجيوك الحاجات اللي تفركس عليهم باش تفهموا الرذالة والوطاية متاع هالمرأة. في مجريات هالأحداث، حنان النسوجية جابت بنتها حتى للدار متاع كريم ومشيت خليتهم وحدهم. والطفلة شهد بعد ما عديتك الليلة مع كريم، راجعت الأمها وطلبت منها باش ما عادش تبعثها ليه. أمها سألتها قالت لها علاش، رفضت باش تحكي لها شنو اللي صار، وأمها بلاتة باردة ما حاولتش حتى تثبت في الآثار اللي كانوا على الجسم متاع بنتها، من غير ما ندخلوا في تفاصيل الشيء اللي عمله لها كريم. في نفس التسلسل اللي صار لشاهد بنتك المرأة النسوجية، باش يطلع عليها الشهر صحيح، يعني حبلت من كريم وما كانتش عينها بالكل أنها تجيب منه صغير، وأمها ما حبتش تقوله، وهوك طيحوه من غادي الغادي، يعني عملوا إجهاض من غير ما يفيق. وبعد أيامات حنان وفي نطاق خدمتها واختصاصها يعني مؤنث باترون، القات أخيراً العصفورة النادرة والحويجة اللي يحب عليها كريم، وقالت له يا عاد أعطيني البشارة، راني لقيت لك بنية تحفونة تطيح العصافر من الزيتونة، اسألها على عمرها، قالت له ما بين 25 و30
ولا عندها والي ولا تالي، حتى حد كان وجه ربي والفوقيرة متاحة هي. كريم بالطبيعة كل شيء بأجره ومدلها حويجة مستحبة، وهو كان مغرقها بالفلوس كما هي مغرقته بالأنافي. المفيد أنها بعثت له هالفتاة هذه واستفرد بيها في قاعة العمليات، يعني هاك استوديو الكاتم للصوت. في نفس هالديكار، يعني استوديو الكاتم الصوت اللي مجهز بالكاميراوات اللي باش تبث في الدارك ويب، كريم فرح بك العصفورة النادرة وبدا يسقي فيها ويوكل فيها أنواع الزوال متاع العصافر الآدميين، يعني أنواع وأنواع متاع مخدرات. وهي استهلكت حتى لين فقدت وعيها تماما، ووقتها اتصل بها هاتفيا يعني جنسيا، ومن بعد تفرغ للحصة متاع التعذيب الصادي اللي خصصها لها. وباش ما ندخلوش في جزئيات وأوصاف باشعة اللي تفوق طاقة التحمل، ما خلى معمل لها بخلاف الضرب بالصوت، قلع لها ضوافر يديها وضوافر ساقيها، قصلها الشحمات متاع وذنيها بكلاب، ومن بعد شلتها في كل سنتي من بدنها لينها كلبيت وليت حمرة دم. والطفلة المسكينة تصيح في صياح يقشعر البدن، لكن شكون باش يسمعها واستوديو عازل للصوت. وباش ما نساوش هكا الطفل الصغير الملايكة زين، هذاك كالعادة عطاه منوم وارتاح منه. وهكا الفتاة اللي كلاته ضرب من عند كريم ما كلاهش بشر في حياته. الحاصل عمل في عذابها صنعة وسلخها ببرة، ومن بعد باش يكمل الإنجاز متاعه جاب سبتة خنقها بيها وبقى نازل عليها حتى لين فارقت الحياة. وما تظنوش أنه حست عذابها الطفلة هذه وهي ميتة فات أبداً. وهو جايكم الحديث. في نفس هالترابط من الأحداث، كريم بعد ما قتلها كالطفلة اعتدى عليها جنسياً وهي جثة هامدة، معناها طفل نيكروفيل وضاجع الموتى، ومش مرة برك، عدة مرات. وتعمد أنه في كل مرة يحط الإمضاء متاعه من خلال سائله المنوي على وجهها، ومن بعد لبسها شكار على راسها وربطها. وبالطبيعة ما بقالوا كان باش يتخلص من جثة متاعها، وقتها هزها وحطها في المال التيلاني متاع كرهبته ديمارة، وشد بها طريق الإسماعيلية الصحراوي لأنه خلاه قفار. وكبعد بها بالكدا هبط الجثة ورميها على حافة الطريق في بلاصة ماهيش مكشوفة، ومن بعد رجع للشقة متاعو، حل الأورديناتور واختار المقاطع اللي صورهم للجريمة متاعو وهبطهم مباشرة على الدارك ويب. بعد الجريمة الشنعاء، الجثة متاع الفتاة باش يتم العثور عليها من خلال السواق اللي متعدين في الكياس ذاك، هذا بعد 24 ساعة من التخلص منها. وبالطبيعة تم إعلام الشرطة اللي جات على جناح السرعة، والقاو رواحهم قدام مشهد فظيع لأبعد الحدود، واعتقدوا أنه الفتاة تعرضت لاغتصاب جماعي، معناها تحماوا فيها مجموعة كبيرة من الوحوش، لأنه الحالة اللي كانت عليها الجثة يرثى لها شعر مقلع، عينين محسوبة من حين، سنين مقلعين بلايس متاع ضرب من الصوت للعصا، دي سيكاتريس خلف الأثار متاع السلاسل الحديد اللي في معاصمها وفي ساقيها. الطبيب الشرعي أثبت أنه خلف هذا الكل الطفلة تناولت برشا مخدرات. في ترابط هالأحداث وتصاعدها، وبداية من شهر أفريل 2024، كريم تعرف على واحدة عن طريق حنان اللي بتبيع من الأول كانت مومس وارتقات في السلم هذا وولات تتنومس، يعني تجيب في الفتيات اللي يحبوا اللذة. المهم هو هز الفتاة معاه لداره وعمل فيها نفس الشيء اللي عمله مع الفتاة اللي طايشها على الطريق الصحراوي، لكن المرة هذه بخل، لأنه جثة الضحية باش يطيشها في منطقة التجمع الأول واللي ما كانش بعيد على داره. وكالعادة دوب مرجع أبعث مقاطع فيديو من عملية تعذيبها وقتلها للدارك ويب،
والشرطة بشتلقى القتيلة بعد نهارين، والطبيب الشرعي في معاينته لها بش يوصل لنفس الاستنتاجات اللي وصل لهم زميله في المعاينة السابقة. والإشكال أنه في غياب التنسيق البوليسية ما ربطوش الخيوط ما بين الزوج جرائم اللي كانوا متشابهين لحد كبير، معناها الموديوس أوبيراندي هو نفسه، وهذا يعني أنه المجرم عنده نفس الطريقة ينفذ فيها على الضحايا متاعو. ورغم هالتشابه الكبير الشرطة ما جاش البالها بالكل، وربما ما خداوش الأمر بصفة جدية أو لأنهم يعرفوا اللي هما موميسات. هالجريمة الثانية تعدى عليها شهر، وكريم طلب من أم شهد يعني حنان باش تجيب له شهدة جديدة. قالت له تؤمر يا بي، كان حاجتك بشهدتين نجيبهم لك. وذاك هو اللي صار، جابت له واحدة اسمها رحمة، طالبة في الجامعة، وبالمصلت الطفلة هذه صاحبت شهد بنت حنان، وحنان زادة صاحبت أمها. وهالطالبة الجامعية رحمة وافقت باش تمشي بحذا كريم، واخذان ومروها من عند حنان وطلبها، وفي شهر ماي جاتوا للدار. بالطبيعة هو كالعادة عطاه منوم لولده، والمسكين دخل في سابع نومة. ووقتها تفاضى بهالطالبة رحمة وبقى يعطي فيها في المخدرات حتى لين خجت في مخها وداخت، وغادي فين تمكن بيها وعمل فيها اللي عملوا مع الاخرين بل أجنع. جزرها تجزير قبل ما يقتلها، وربطها كالعادة بسلاسل وخنقها حتى لين ماتت، ومن غير ما نذكروا لكم اللي هو مارس معاها الجنس وهي ميتة. هذا بعد ما عمل كالعادة إمضاء على وجهها بالسائل المنوي، وحتى الأشكار على راسها كما عمل له الأخرين، وحتى في فليجة، وهزها لطريق في جنوب بورسعيد وتخلص منها غادي. وهو كف الثنية فاق اللي عنده دم على حوايجه، بدلهم وطيش اللي كان لابسهم على الطريق. بعد 24 ساعة من مقتل رحمة، مواطن متعدي بسيارته وانتبه لوجود فليجة مطيشة على حافة الطريق. أهبط ومشى باش يشوفها، ووقتها شم ريحة متاع تعفن، حل الفليجة ولقى فيها جثة رحمة. بالوقت كلم الشرطة وهبطت التامة والعامة، وبقاوا مذهولين من الحالة اللي فيها كالفتاة، وظاهرا وتم تعذيبها بأشنع الطرق. الحمى مسلوخ سلخان، والأمهين بالطبيعة بعثوا البصمات متاعها للمعمل الجنائي على أساس يتعرفوا على هويتها. وفي الأثناء أمها فقدتها وبقات تفركس عليها، وطلبت حنان، قالت لها راهي بنتي رحمة ما رجعتش للدار. ولهنا حنان طلبت كريم وقالت له وين الطفلة؟ جاوبها بطريقة جافة، قال لها وين نعرف عليها، أنا كنت مسطول ميت ما في بالي بشي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الأمنيين وهما يعاينوا في هيك الفليجة، القاوا التليفون متاع رحمة، ويا لندرا شنو اللي خلى كريم ينساه ويطيشوا مع الجثة. وهذا بطبيعة من جراير المخدرات اللي يستهلك فيهم الراجل مع الدال الحيرة، والواحد يقول جاب ربي لقاو هكا التليفون باش الأمنيين يوقفوا هالمسيرة الإجرامية متاع أبشع قاتل متسلسل عرفته مصر في الأعوام الأخيرة. هالتليفون اللي كان في الفليجة لقاو فيه المكالمات اللي صارت ما بين كريم ورحمة بما فيهم الإرساليات، وخلف هذا بالجي بي اس اللي موجود فيه عرفوا أن رحمة كانت معاه في داره في التجمع. ومش هذا برك، الشرطة وقت اللي قاموا بتمشيط للمكان اللي لقاو فيه الفليجة عثروا على هكا الحوايج اللي بالدم واللي تخلص منهم كريم. وخلف هذا ما زالت الأدلة المادية المباشرة، واللي هي كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، وصوروه كيفاش وقف وحط الفليجة. في نفس الإطار الأمني وبعد هالمعطيات والقراين، الأمنيين عملوا مداهم على كريم وألقاوا عليه القبض في داره، وفركسوها بالملي وهزوا منها كل الأشياء اللي تورتوا، الحواسيب، الكاميراوات، الهواتف الجوالة، والقاو عنده عدد مهول من اللي دي سكدير ولي فلاش ديسك بالعشرات، وفيهم آلاف المقاطع متاع الاتصالات الجنسية
وحصص التعذيب والطقوس الصادية وبتبيع الجرائم اللي اقترفهم. بعبارة أوضح، الشرطة المصرية لقات خزينة تغنيهم عن ملف إدانة كريم، وبتبيع قاموا بحجز تليفونه ولقاوا فيه مقاطع من جرائمه، وكيسألوه اش يعملوا هكا التليفونات الكل عنده ومتاع شكون، ما عطاهمش إجابة تماما كما بالنسبة للجرائم اللي قام بيهم، لأنه معترف كان بثلاثة فقط، رغم اللي ثم فيديوهات أخرين فيهم فتيات واضح اللي هما تعرضوا للقتل. والسؤال اللي بقى مطروح، قداش هالسفاح قتل في قالب بعضه؟ الأمنيين باش يلقاو إجابة استنقوا حنان اللي شدوها بطبيعة على أساس ولات شريكة في جرائم كريم، حتى ولو أنها قالت ما نعرفش إيش قاعد يعمل في داره، وحاولت باش تتذكر أسماء البنات اللي جابتهم الكريم، والأمنيين عملوا قائمة لكن ما وصلوا بها لحتى نتيجة. وفي نهاية الأمر كريم معترف كان بثلاثة ضحايا اللي حكينا عليهم، والنيابة قروا باش يقوم بتجسيد الجرائم وهزوه للشقة متاعو على أساس يعاود يمثل الشيء اللي عمله. لكن كريم كان خبيث واستغل فرصة أنهم نحاولوا ليمنوت وهرب، لكن في ساعة ما ألقاو عليه القبض بعد 4 ساعات فقط، ولقاوها راقد في جنينة في مدينة عين شمس، ووقتها عاودوا ورجعوه للاستنطاق. في نهاية هالقضية كريم حكى على كل شيء بما فيهم الدار كواب، وقال اللي هو ارتكب جرائمه نقمة عن نساء بصفة عامة، وأولهم طليقته، والمحامين متاعو حبوا يدخلوا السفارة الأمريكية في الحكاية على اعتبار أنه كريم مواطن أمريكي، لكن الولايات المتحدة رفضت باش تأثر بأي شكل من الأشكال على العدالة المصرية. وفي المحاكمة كريم اتحالت أوراقه على المفتي، ونهار الخميس 12 سبتمبر تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً. قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يومياً من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.